الأسئلة الوزارية باللغة الإنجليزية للصف الثالث المتوسط يونت 2. أول موضوع بالأسئلة الوزارية جايني هو expressing your preferences. طبعا موضوع expressing preferences اللي هو التفضيلات، يعني إحنا راح نشرح لك الحل بشكل مباشر، إذا تريد التفاصيل والأخرى إحنا شارحينها أيضا في اليوتيوب بالتفصيل. طيب الآن عندي كلمة I would like to go لو going، بين ثلاث اختيارات هنا going لو to go. طبعا كلمة عبارة I would like to تجي مع بعض I would like to go I would like to go I would like to study، هاي كلها تجي مع بعض، فالاختيار الصحيح هنا هو to go. لو جايتك like مثلا I like هتختار لها فعل ب ing، بس طالما عندك would like كاملة هاي تجي to go. السؤال الثاني منطيك جملة وقايل لك express your beer preference اللي هي عبر عن تفضيلك concerning playing tennis. أنا علمت الطلاب كلهم من يشوف كلمة playing tennis اللي هو فعل هنا بـ ing، هذا هو الجملة مالتي، فراح أقول I'd love to play tennis. طيب أنا شلون عرفت هذا السؤال هو تفضيلات؟ من كلمة your preference، هاي كلمة، هاي مش كلمة your preference. وأنا سويت كلمة concerning هذه مثل ما عندي هنا، إيش سويت لها؟ عفتها، هذا كله حذفته، ما استخدمت أي شيء من عنده غير مجرد استخدمت I'd love وto play tennis. طيب ليش خليت ال play فعل مجرد؟ لأنه to يجي وراها دائما فعل مجرد. What is your favorite color؟ ما هو لونك المفضل؟ Express your preference. Use white. وقول يا به هو الأبيض. فتقول I like white color. أنا أحب اللون الأبيض. هاي أنت قلت I like white color. لأنه هو قال لك عبر عن حبك لهذا اللون. أربعة. I'd rather helping لو help لو to help. طبعاً الراذر دائما يجي وراها فعل مجرد فراح أقول help. I'd rather go لأن يجي وراها فعل مجرد. هنا نفس الحالة اللي تمرين اللي هو النقطة رقم 2، فراح أقول I'd love to go to the mall لأن هو قال express your preference concerning going to the mall. هاي العبارة مالتي ورا كلمة concerning، إيه هذه الجملة، هذا الحل مالتي منا يبدي، راح أستخدم I'd love to هاي أنا استخدمتها من عندي وقلت go to the mall. ليش قال لي خلينا go بدون ing؟ لأنه أصلا هي الـ I'd love go لازم يجي وراها فعل مجرد. طيب نجي هنا. What is your favorite hobby؟ ما هي روايتك المفضلة؟ Express your preference. طالما هنا قايل لي fishing فراح أقول له I like fishing، أنا أحب أصيد. كل شيء ما سويت غير قلت I like لأن هو قايل لي Express your preference وقلت I like fishing. النقطة اللي بعدها I'd rather stay لو staying لو stay، تونا ذكرنا أن rather يجي وراها دائما فعل مجرد بدون تفكير تقول لي stay. طبعا هذا السؤال مكرر ايضا عايدين هنا، ما بي اي مشكلة، يعني ما بي اي مشكلة، ما راح نواجه بي اي مشكلة. I'd stay هنا I'd stay هاي الجملة دقيقة، هذا خلينا نعدل لكم اياها. هنا اكل فراغ I'd rather، ورا rather هو الفراغ. طيب هنا I'd فراغ stay home because of coldness بسبب البرودة. هنا I'd stay I would دائما تيجي وراها فعل مجرد I would stay. طيب لأن الود دائما يجي وراها فعل مجرد. التاسعة rather دائما يجي وراها مجرد، اختارينا play. الجملة اللي بعدها، الجملة اللي بعدها قال لي my favorite football. طالما قال لي football هنا قال لي agree، من يقول لي agree الحل يقول yes I agree فقط، تقول له yes I agree. هو من قال لك agree يعني أنت تقول yes I agree، من يقول لك كلمة agree بس وقول له yes I agree بس، هاي أصلا يعني أكثر من جواب لها. فإذا أنت قلت yes I agree جوابك صحيح إن شاء الله بعون الله. نجي على صيغة أخرى من الأسئلة الوزارية تجيني، لما يجيك فراغين بهذا النظام، بهذا النظام هو معناها الشيرد من عندك، يقول لك I like green color أنا أحب اللون الأخضر، منطيك هنا فراغين. هنا الفراغ الأول تقول I don't، الفراغ الأول تقول I don't، الفراغ الثاني تكتب فتشي أنت من عندك. الآن هو قايل لي I like green color حلو،
انا راح اجاوبه اقول له اي دونت، لا انا ما احب اللون الاخضر، اقول له اي بريفير وايت، انا احب اللون الابيض. السؤال الثاني، النقطه الثانيه، اي لايك سويمينج، انا احب السباحه. دو يو، راح اقول له اي دونت، اي بريفير تنس. يعني بالفراغ الاول تقول له دونت، هاي ثابته، وبالفراغ الثاني تنطي عكس الجمله. الجمله الاولى هو قايل لي جرين اخضر، انا قلت له وايت ابيض، يعني عكسه. انت ما راح تكتب غير بالفراغ الاول دونت، هذا الفراغ الاول هنا راح اكتب دونت انا، وبالفراغ الثاني تنطي عكس ما موجود هنا. حلو. فمثلا الجمله اللي بعدها قايل اي لايك سويمينج، انا احب السباحه، قلت له اي دونت، انطيته في شيء عكس السويمينج، قلت له تنس. قايل اي لايك ايتينج فيش، انا احب السمك، قلت له اي دونت، انطيته جواب اخر، انطيته جواب اخر. هو قال لي، هو قايل لي دجاج، انا قلت له، هو قايل لي سمك، انا قلت له دجاج. الجمله اللي وراها هو قايل لي فوتبول، الفراغ الاول اقول له اي دونت، الفراغ الثاني انطي عكسها، عكسها للجمله، عكس الفوتبول شنو هو؟ مثلا تنس، تيجي تحط غيرها غير، بس هو من قايل لك هنا مرات هو يحدد لك، يقول لك حط تنس، فاذا قال لك تنس بعد تصير اسهل. اللي بعدها الفراغ الاول اقول له اي دونت، الفراغ الثاني احطها عكسها، هو قايل لي تنس، انطي فوتبول، انطي فوتبول بس، لا اكثر ولا اقل. الموضوع بسيط كلش صدقوني. الاولى قايل لي وسام لايك، وسام يحب الكامبينج يعني التخييم، التخييم يعني، ايضا نفس الحاله. الفراغ الاول اقول له دونت، هاي هو يجيب لك فراغ يعني، قل له اي دونت. الفراغ الثاني هو منطيني قايل حط سيرفينج، سيرفينج يعني اللي هي ركوب الامواج على ما اعتقد، سيرفينج. المهم حتى لا تطلع شيء ثاني، بس هو مرات يحدد لك، طالما محدد يعني انت بالحل كل شيء ما راح تسوي غير تكتب اي دونت من عندك، وهاي السيرفينج تحطها هنا فقط لا اكثر ولا اقل. هسه راح نجي على موضوع اللايك والديسلايك. لما يقول لك اكسبرس ديسلايك يعني معناها عبر عن شيء انت ما تحبه. طيب فمن يقول لك انطاك ناقله سبايدرز العناكب، انت تريد تقول له انا ما احب العناكب، شلون تقول له معناها؟ راح تقول له اي دونت لايك سبايدرز، يعني انا ما احب العناكب. اذا قايل لي مثلا على سبيل المثال باتس خفافيش، هم نفس الحاله، نفس الشيء. هنا معطينا اختيارات، وي انجوي. بس خليني اقول لك شغله، طبعا عندنا ثلاث كلمات بالانجليزي، وان هو بس اذا موجود عندكم بالثالثه لايك وانجوي، انجوي انجوي عفوا لايك وانجوي، وعندي كلمه اخرى وهي لاف ايضا. هذين الكلمات لاف، هذين الكلمات دائما يجينا وراهم فعل يجي بي اي ان جي، بس من يجنك يعني، يعني احيدا بالفعل بالجمله. يعني شلون احيدا؟ يعني مثلا وي انجوي، اكو قبلها ود؟ لا ماكو ود، اكو انجوي وحدها. كلمه انجوي دائما يجينا وراها فعل بي اي ان جي، فراح اقول وي انجوي كامبينج، حطها ان جي. طبعا هاي عدت لكم اياها، هاي سبايدرز لازم تكتب، لان هو قال لك سبايدرز، فانت تقول له اي دونت لايك. هنا لما نقول لك اكسبرس يو ديسلايك، يعني انت ما تحب هذا الشيء، انت تقول اي دونت لايك فلايز. بالله ما مثلا راح اعطيكم سؤال خارجي غير هذا، ما موجود هنا اصلا. مثلا قال لك اكسبرس يو ديسلايك، هاي الجمله نفسها، وقال لك بدال الفلايز قال لك فوتبول، نفس هاي بالضبط، قال لك فوتبول كره القدم. انت من تريد تجاوب راح تقول اي دونت لايك فوتبول. موضوع بسيط يعني، موضوع بسيط ان شاء الله. أربعة، وي دونت لايك، احنا ما نحب. لايك ذكرت لك ايج وراها دائما فعل بي ان جي، قول له ميكينج. هسه راح نيجي على موضوع السجستشن. طبعا موضوع السجستشن اللي هو الاقتراح، الاقتراح احنا عندنا بعض التراكيب اللي لازم نستخدمها، اللي هم مثلا هاو اباوت، اي واحده من عندهم، وعندنا كذلك لت اس اللي هي معناها دعنا. هاي الجمل نستخدمها حتى دائما شو نسوي؟ دائما نستخدم، دائما نستخدمها حتى نكون اقتراح. وطبعا كل قاعده لها استخدام، وضروري ترجع للكتاب للفيديوهات اللي انا شارحين على مود تشوف كل وحده وقاعدتها. السؤال الاول منطيني اختيارات، قايل لي هاو اباوت، وقايل لي فيزيت، لو فيزيتنج، لو فيزيت تو فيزيت. طبعا الاباوت دائما يجيني وراها فعل بي اي ان جي، هاو اباوت، فاقول له فيزيتنج. ايش فيزيتنج، ستاديينج، ريدينج، من يشوف فعل بي اي ان جي تختاره. الثانيه قايل لك مايك سجستشن، سوي لي اقتراح. قايل لك هوليدي بالعطله، ايش راح تكتب؟ تقول له هاو اباوت واتشينج فيلم، ما رأيك بمشاهدة الفيلم؟ ساد هو أباوت منين جبتها؟ هاي هو منطقها أصلا بالسؤال، هذه الهو أباوت هو أصلا منطقها بالسؤال، فا
فراح اقول له هو اباوت لانها اقتراح، واقول له الواتشنج لان هو اباوت يجي وراه فعل بيري نجي فيلم. اقترح على صديقي اقول له شنو رايك نشوف فيلم بس لا اكثر ولا اقل. ثلاث قال لي هاو اباوت جول او جوينج، هنا قال لك كوركت ذا فيرب يعني ما منطقي اختيارات، قال لك كوركت مني يقول لك كوركت يعني عدل الفعل، مو منطقي بين قوسين هذا. فانا ايش راح اقول له؟ راح اقول له جوينج، اعدل الفعل اسوي جوينج. ليش؟ لان الهاو اباوت دائما تجي وراها فعل بي اي ان. السؤال اللي بعده، شوف هذا السؤال اللي بعده هو اكسبت، والاكسبت يعني القبول، القبول يعني انت تقبل على فد شيء. نقول لك اكسبت تقبله، بس انت شلون تعرف هذا موضوع الميكنج سجستشن؟ من نشوف لتاز، طبعا لتاز هي واحده من ادوات الاقتراح، واحده من ادوات الاقتراح. فهو من يقول لك لتاز يعني هذا السؤال هو يتكلم عن الاقتراح. طيب ما هو قال لك اكسبت يعني اقبل، فراح اقول له يس لتاز. وهذا شارحين اصلا احنا يعني اللي ما دا يفهم يرجع للفيديوهات ضروري جدا، لان هاي حلول اسئله وزاريه مو شرح. لازم تشوف الشرح يلا تجي تحل الوزاري، مو تجي تحل الوزاري وتريد تفتهم، لا هيك ما تقدر. يعني اللي فاهم واللي قاري يقدر يفتهم. let us هنا طبعا قايل لي accept، راح اقول له yes let us. دائما من يجيب لي let us ويجيب لي accept اقول له yes let us yes let us yes let us اي ذات. طيب هنا السؤال الخامس قايل لي let us، وطبعا الفراغ هنا، هذا الفراغ هنا بالاصل. اقول له يعني قايل لي going لو go لو to go، ثلاث اختيارات. الاختيار الصحيح هو go، لان let us دائما يجيني وراها فعل مجرد. السادس حلينا ب let us. السابع going، ليش؟ لان الاباوت يجيني وراها فعل ب ing. ثمانية قايل لي let us وقايل لي accept اقول له let us. طبعا هنا اكو تي اخوان. اللي بعده how about ايضا يجاني وراها فعل بي اي ان جي. العاشر قايل لي correct، من يقول لي correct يعني صحح الفعل اباو عليها. لو لقيت how about، الاباوت دائما يجيني وراها فعل بي اي ان جي، راح يصير sending. اذا هاي send راح يصير sending. تخيلوا يا هذا السؤال لو جايب لي let us يعني دعنا، let us جايب لي اياه هيك، السند راح انزله مثل ما هو بدون اي تغيير. هاي إذا لقيت let us، وإذا لقينا how about، فراح نختار فعل be ing. السؤال اللي بعده يقول make suggestion، يسوي اقتراح. وهو إيش منطين هنا؟ قايل لي see a dentist، a dentist يعني شوف الطبيب. أنت راح تقترح على صديقك يشوف الطبيب، فش راح تقول له let's see the dentist، شنو رأيك؟ أو خلينا نشوف الطبيب. بها أكثر من جواب، بس أنا أفضل هذا الجواب القصير والحلو. Let's see a dentist. طالما هو منطيني see a dentist يعني تشوف الطبيب، قل له Let's see the dentist، خلينا نشوف الطبيب. اللي بعده قايل لي accept وقايل لي let us، أقول له yes let us. اللي بعده قايل لي هنا agree، وافق suggestion. من قال لي وافق suggestion؟ أقول له yes why not عادي يعني. أقول يس واي نات يعني نعم واي لماذا، فكرة جيدة يعني. طبعا إذا أجتك وحدة صعبة وما فهمتها وما فهمت صيغة السؤال، لا تنسى أنت عندك ترك تقدر تتركه. 14 use how about، استخدم how about to make suggestion. هو قايل لك استخدم how about حتى تسوي اقتراح. أنت تروح للشاطئ يوم الجمعة، قايل لك going to the beach. هو أي منا منطق يا going to the beach. طيب الآن أنا إذا استخدمت باو عليزين هاي الجملة هنا، الحل الصحيح اللي راح يصير بهاي الجملة how about going to the beach. طيب ليش قلنا للgoing ing؟ مع العلم بس بالسؤال هي هنا ماكو ing، هي فعل مجرد، لأن how about لازم تأخذ ing. لو استخدمت let us، بالله أنا استخدمت let us، كان ما قلت فعل ing. بس هل أنا مجبر استخدام how about هنا؟ نعم مجبر. ليش؟ لأن هو قايل لك use how about، استخدم how about، فأريدك تركز شوي. بالنسبة للتعاريف اللي جاي وزاري، عندنا تمرين النقطة الأولى، عندنا كلمة happy اللي هي هواية، ومفتاح الحل هو spare time يعني وقت فراغ. الكلمة الثانية عندنا athletics، athletics يعني اللي هي الرياضات. فهنا من نشوف كلمة نشاطات activities هي مفتاح للحل، وطبعا أنا شارحن بالتفصيل. من أشوف كلمة funny مضحك أقول لك comedy. fishing صيد. من أشوف كلمة happy اللي هي هواية
وريفر نهر. ريفر نهر وهابي هواية فهي مفتاح للحل. كذلك عندي كلمة كوميدي يعني مكررة مرة أخرى ولكن بقول لك فاني. كذلك لدينا يقول another word for writer، كلمة أخرى نفس معنى writer هي الأوثر. funny picture اللي هي صورة مضحكة وهي الكارتون. النقطة الثامنة كذلك مكررة قال لي سبعة عفوا مكررة. أما الثامنة فقال لي person. البيرسون يعني كلمة مرادفة لها هي الكاركتر وهي شخصية، شخصية اللي تطلع بالفيلم في الكرتون أي شيء، الكاركتر اللي هي يعني بيرسون. آخر شيء من نشوف كلمة سينج يغني وميوزيك موسيقى. سينج يغني وميوزيك موسيقى، هذين الكلمتين هذين مفتاح الحل إلى كونسرت. كلمة كونسرت واللي هي معناها مسرح أو تجي بمعنى حفلة موسيقية نفس الشيء. طيب عندنا هنا قطعة تي في كوميدي. هاي القطعة طبعا أكثر شيء تجينا صح وخطأ عليها، يعني أنا لاحظت أغلب الأسئلة جاية عليها هي صح وخطأ. عندنا يعني واحد اسمه لوسي، لوسي لوسي وبراذا أو يعني قصة هي موجودة عليها أسئلة، والأسئلة هذه أيضا القصة احنا شارحينها أيضا، لا واحد يحب يشوفها يقدر أيضا إن شاء الله يستفاد من الشروحات الأخرى. السؤال الأول يقول لوسي براذر is very clumsy، جدا مشاغب. جواب صحيح، هو كان جدا مشاغب وكان يسبب كثير يعني مشاكل. لوسي played يعني لوسي كانت تلعب in a tragedy play. tragedy play لا، جواب غلط. لوسي براذر is fell in the pool، نعم هو وقع بالحوض وحتى سبب مشاكل، قلنا دائما يسبب مشاكل. هذا السؤال أيضا مكرر، السؤال هذا أيضا مكرر أنه هو يسبب مشاكل. طيب أخوان أنتوا حاولوا تركزون على الأسئلة المكررة، حاولوا تركز على الأسئلة المكررة لأنه هواي هواي تتكرر. يعني شوف هسه مثلا هذا السؤال كم مرة جاي، هذا السؤال جاي أكثر 4 مرات 5. كذلك عدنا هذا النقطة هذه هم مكررات، يعني قال لك سميرة is the girl plays Lucy plays. طب الجواب صح. سميرا's brother is older than her، يعني أخوها هو أكبر من عدها. جواب صح، جواب صحيح. طيب يقول سميرا's brother is older than سميرا's brother is older than her، يعني هو أكبر. جواب غلط، هو كان أصغر من عدها، هو كان أصغر من عدها. نجي هسه الى قصة what is your hobby. what is your hobby يعني شنو، يعني ما هي هوايتك. طيب هنا طبعا مع بعض الاسئلة، هنا الاسئلة هذه بسيطة ما بيها اي شيء. مثلا السؤال الاول جوابه yes it is، السؤال الثاني yes it can، السؤال الثالث يقول how do many people find fishing، كيف الناس ترى الصيد. يقول لك الصيد هو more relaxing than sitting next to the beautiful lake or river، انه الصيد هو فد شيء حلو، انت تقعد بصف البحر ويعني تخلص نارتك ويعني تقضى وقت حلو ممتع. السؤال الاخر do you need a lot of patience، هل انت تحتاج الى وقت كبير حتى يعني بهذه الهوايه واللي هي هوايه الويفنج اللي هي الحياكه او الخياطه، يعني حياكه او الخياطه. طبعا اكيد هي تحتاج صبر، ظل تخيط واحد ساعه ساعتين، يعني انا اذكر جدتي كانت تخيط يعني فتره طويله تاخذ، يعني في الموضوع يحتاج لوقت يعني. فجواب يس. can sometimes hobby turn into job، يعني مرات الهوايه تصير وظيفه. نعم مرات الهوايه مثل واحد هوايته يغني بعدين يصير مغني هيك يعني. how do many people find fishing، هذا ايضا السؤال مكرر. طيب weavers use a wool only to create beautiful patterns، يعني يقول الخياطين هم دائما يستخدمون الصوف. جواب غلط، لا مو بس الصوف، كل شيء يستخدمون بالخيط. السؤال اللي بعده يقول هنا what can person making thing can be what can person acquire by، يعني شنو المطلوب حتى الشخص يمارس a particular hobby، يمارس هواية معينة. طبعا being a creative and making things
can be extremely enjoyable. إذا الواحد يريد يمارس هوايته ويتونس بهذه الهواية، لازم هو يكون عنده يعني إبداع ويسوي أشياء ممتعة ويسوي أشياء جميلة ويستمتع بها. الأسئلة الوزارية اللي جاية على زمن الماضي البسيط هنا جايم لي، هي عفوا المضارع البسيط present simple معناها مضارع بسيط، هنا جايب لي جملة في زمن المضارع البسيط أو قايل لي إياها بحول إياها إلى ال قايل تحويها. طبعا هنا كاتب يعني نيجاتيف، هاي هنا ممسوحة الظاهر بالطباعة، هاي نيجاتيف. هدى doesn't enjoy، من أريد أن فيها أقول doesn't. طيب إيش استخدمنا doesn't؟ لأن مفرد هدى، لو جمع كان قلنا don't. هنا يقول هنا طبعا plays tennis well question، رأيتها السؤال راح استخدم does بالبداية، ليش قلنا does؟ لأنها مفرد. السؤال اللي بعده أيضا قايل لي negative، أنا قلت doesn't. السؤال اللي بعده قايل لي question، كذلك استخدمنا does، شو هو كلهم جايبين على does، كلهم جايبين على does. السؤال اللي بعده you are، طبعا ال are من أريد أنفي وأسأل، ألف أسأل بيها ال are لما نلقاها بجملة أنفي وأسأل بيها، فأقول are you a move fan. She has a nice، طبعا من أريد أن فيها كذلك راح أقول doesn't. ليش قلنا doesn't؟ لأن الفاعل شيء مفرد. هنا they often visit، طبعا قلنا visit لأن they جمع، they جمع فأقول visit. السؤال اللي بعده هو يتكلم عن الماضي، جينا على هاي الجملة مطينا اختيارات وقايل سو. احنا ليش اختارينا سو؟ لأن جملة ماضي، شلون عرفتها سو ماضي؟ لأن عندي ago أدل على الماضي. السؤال اللي بعده منطين البي، احنا نعرف البي دائما البي تتحول الى is was لو where، لان هذا ماضي. شلون عرفتها ماضي بالجمله؟ لانه like last، هاي كلمه last تدل على الماضي. طيب فانا راح اصير where، my brothers where. ثلاثه قايل لي لما enjoyed play، هاي الجمله ماضي رايدها نفي اقول له didn't، لان بالنفي دائما بالماضي اقول didn't. ولا تنسى يكون الفعل مجرد، يعني ما تقول place تقول play ولا played تقول play فقط بالنفي في حالة الماضي البسيط والمضارع البسيط، اثنيناتهم يكون الفعل مجرد. يعني أقول هنا لما didn't enjoy، ما أقول enjoyed لا. هنا اللي بعدها قال سالم. طيب الآن هاي جملة طالما عندي ago دائما تستخدم مع الماضي، فطالما عندي فتشي دل على الماضي فراح أقول met، ومت هي الماضي المضارع مالتها meet. هنا قال لي will، ايش جاب الول على الماضي؟ يعني هذا اني ما يرهمن اصلا لان الايز مضارع والول مستقبل، وانا عند الجود على الماضي. اللي بعده احمد هيلد هيز فادر يسترداي، هاي جمله ماضي ويريد انا فيه اقول له didn't، ومن اقول didn't لازم اخلي الفعل اللي وراء يكون مجرد بدون اي اضافه. هنا عندي البي راح اقول was، ليش قلت was؟ لان فاروق مفرد فاقول was. هنا هاي البي تصير وير، ليش قلنا وير؟ لان هنا قايل برادرز، برادرز يعني اخوان ذولا جمع. نجي على السؤال الموضوع الانفيتيشن، موضوع الانفيتيشن اللي هو موضوع الدعوه، هذا الموضوع كلش 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 بسيط. كل اللي انت تسويه تستخدم would you like، would you like بس تستخدم لي هاي بالبدايه وتاخذ لي الفعل المجرد فقط. نجي هنا وين هاي؟ هاي طبعا هي البدايه تنحذف، اي هاي اللي بالبدايه تحذفها، وين ما تشوفها بالجملة تحذفها ما تخليه وتحطها بدالها would you like فقط، موضوع انتهى. اجعل الجملة الاولى، حذفنا هاي الجملة الاولى الجزء الاول هذا حذفناه وقلنا would you like to كملناها بالاخير. الجملة الثانية كذلك نفس الحالة حذفناها وخلنا would you like to، اللي بعدها واللي بعدها. زين استاذ شلون اعرف مفتاح الحل هذا؟ شلون اعرف هذا مفتاح الحل هو، او شنو دليلي على هذا الموضوع؟ دليلك على هذا الموضوع من يقول لك invite، كلمة invite معناها يعني ادعو، فانت من نشوف invite خلاص احذف لي هاي اللي بالبداية invite to، حط لي بدالها would you like to، انتهى الموضوع.